كل مالها الأمور بتصعب علينا إحنا كشباب، صرنا حتى إحنا نروح باتجاه نفكر بالهجرة، رغم إحنا حبنا وانتمائنا وتمسكنا لهالأرض، لكن إحنا لأنه ما فيش عنا مقومات حياة، فيش مقومات عمل. أنا اليوم شاب خريج مخلص جامعة، الوضع الاقتصادي المزري في الشغل، البطالة، صرت أنا أبدور على أي مخرج أطلع أأمن مستقبلي من خلاله. يعني اللي بيربي هذا الطفل محبط، مضغوط، معنف اقتصاديا، ووا بدك تقول لي هو من جوا مهزوم ومكسور، بده يقدر أرفدك بجيل للمجتمع قوي؟ لما بشوف مرات الطلاب برضو اللي بالنشاطات والفعاليات، بشوف أشخاص بدها تغير ومعنية بتغيير وفي وحدة ومحترم الآخر، بحكي مرات التغيير بتم من فرد، ففي أمل كمان.